وده يوم الأحد الذي حملوا بدر وفاتوني أنا مصني جريح بنار الججر خليو بكلي رفاعة عودة جيجون البيت يسلوني يا لوعتي حملهم بدري وفاتوني لما ذابت الحالي انا فضت عالدار ولقيت فرشهم خالي من بعد الحبايب لم نفع عمي ولا خالي على شرفاء عزاد العشرة بي ومطالب أنا فضت عالدار لقيت أحمالهم شالت يا لوعات افترقنا والدموع سالت يوم الأرض اختبخ تدور على أحبابي وده يوم الأرض اختبخ تدور على أحبابي كلف لقاهم جمعة أنا فت على الدار ولقيت الدار مظلمة في زم وحد يركب حمل بالعزاز وجم صباح تدور على احبابي وده يوم الخميس صباح تدور على احبابي كلف لقاهم راح انا فضت الدار ولقيت الدار مظلمه في نواح وحد يركب حمل بالعزاز وراح وده يوم الخميس صباح تدور على احبابي كلف في لقاهم راح انا فضت عالدار لقيت الدار مظلمه في نواح وحد يركب حمل بالعزاز وراح يوم الجمعه يوم الجمعة العين حزينة ولم نشف لها دمعة أنا فضت عالدار لقيت العوازل في
وحوش الخلام العصر نجمة يوم السبت قابلني الجميل فايت يوم السبت قابلني الجميل فايت قال لي رايح فين قلت له قاصد ركايب نبي يلزين قال لي امشي ورايا وادعوا الجرة وكتر من النوح يلا عشتك بقت مرة طلعني فوق جبل عالي وله جرة انا شلت بعيني لقيت الاحباب من جرة قلت له تجزى من الله يا سواء المطى يا سوء قلت له تجزى من الله يا سواء المطى يا سوء حبل الوداد انقطع ما بقى إلا أهل السوق انا فت على ادي الغرام لقيته قاعد يشوق وملال الكاسات وقال لي يا موسى ينفوق وامر من الصبر وامر من ما عجون بماء الخل ولا الفراق مر يا حديا المطى يا سوق يوم الاحد حملوا الاحباب وفاق